احنا مش عايز انسى نقول ان احنا كان في عندنا عماله غير منتظمه وعماله مؤقته، تم يعني تقديم دعم مالي لهم عشان ييسر لهم الحياه في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي، لكن لم تتوقف مشاريعنا واجراءات العمل في مصر قبل واثناء وحتى الان، بل بالعكس احنا يمكن اطلقنا مشروع حياه كريمه، وهذا المشروع يستهدف 60 مليون انسان في الريف المصري. المشروع ده اللي بنسميه في مصر حياه كريمه بيستهدف مجابهه تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد، مش على مصر بس، على العالم كله. معدلات الفقر لا شك، معدلات الفقر لا شك، حجم نسب الفقر في العالم كله زادت بعشرات ويمكن مئات الملايين نتيجة الجائحة. فاحنا في مصر أطلقنا أيضا برنامج آخر، هذا البرنامج هيتكلف من 600 ل 700 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات، بدأنا من العام المالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، عشان تستمر عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل كويس. وزي ما بقول احنا من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو، احنا حققنا 19-20 3.6%، وحققنا في 2021 3.3% معدل نمو. وانا اتصور ان في دول كثيرة جدا لم تستطيع، او دول لم تستطيع ان تحقق هذا الامر. الخلاصة اللي انا عايز اقولها في تجربتنا مع الكوفيد اللي انا بقول عليه في بداية الكلام، ان هو قد تكون محنة، ولكن المحنة دي ممكن تتولد منها منح كثيرة جدا جدا. وأتصور أن في قوة دفع هائلة تشكلت في مجال البحث العلمي وفي مجال التعامل مع اللقاحات والمنظومات الصحية، اللي هي بشكل أو بآخر كان اختبار شديد لها الجائحة في العالم كله. نتبادل الخبرات، نتبادل الرؤى في إزاي نحن ننظم ونطور منظوماتنا الصحية عشان تكون أكثر فاعلية في التعامل مع مثل هذه الأزمات. دي أنا عايز أقول دي التجربة المصرية، وأتصور أن كل دولة بيبقى ليها خصوصية في مسارها والتعامل مع مثل هذه الأزمات طبقا لعوامل واعتبارات أتصور أنها بتمثل خصوصية لكل دولة من الدول مع إطار عام بيجمعنا بالكامل.